وتمريرة خطيرة خريبين يبدأ أصحاب السعادة الآن. هدف أول الآن عن طريق عمر خريبين في بداية المباراة بتمريرة من خلف المدافعين يضعها في المرمى يسجل أول أهداف هذه المباراة وهدفه العاشر في المسابقة الآن ليكون وصيفا أيضا للابا كوجو لاعب العين. لاعب العين لاحظ هذه الكرة الماضية شوف الخطأ شوف الخطأ من وورو يرسل كرة أمامية والكرة بعد ذلك خاطئة. النيجيري خطيرة هذه وتلعب الله الله على تيكي تاكا وحدوية. نعم إنه ألان إنه ألان إنه البرازيلي الخطير ماركيز لوريرو ألان صاحب 33 عاما يسجل الهدف الثاني الآن الهدف الثاني لو الثالث لشخصيا في دوري أدنوك للمحترفين اللاعب اللي تواجد في الدوري الإنجليزي مع نادي إيفرتون أيضا لمواسم عديدة قبلها أيضا كان في نابولي الإيطالي كان في أودينيزي الإيطالي لاعب صاحب خبرة كبيرة هو اللي بدأها شوف هو اللي بدأها ألان الله على لعب تبعد تعود من جديد ألان المتحرك في كل مكان إركنوف دي ألان تمريرة حلوة يا سلام يا سلام يا سلام لا 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 يستمر العنابي بالتيكي تاك الحلوة بالفعل فكوندو إذا الأرجنتيني يضع الهدف الثالث ينهي المباراة تماما منذ الشوط الأول. نعم العنابي ينهي المباراة منذ الشوط الأول. راح نشوف أردنتير والهدف الرابع. نعم الهدف الرابع يسجل هذا اللاعب الآن البديل صاحب 19 عاما يضيف الهدف الرابع للوحدة لينهي الأمور تماما على هذه المباراة لتصبح النتيجة الآن 4-0 نتيجة مستحقة نتيجة بالفعل يسجلها العنابي يواصل رباعياته الآن العنابي يواصل رباعياته منذ